فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: إذا دخلت المسجد والإمام في السجدة الأخيرة من الركعة الأخيرة، إذا دخلت المسجد والإمام في السجدة الأخيرة في السجدة الثانية من الركعة الأخيرة، هل أدخل معه أو أنتظر جماعة أخرى؟ إذا تريد الأجر ادخل معه، كبر وأنت واقف تكبيرة الإحرام ثم اسجد معه لتحصل على الأجر والمتابعة، ولا تقف إلى أن يقوم، هذا يفوت عليك الأجر العظيم. نعم.